أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إيمانا بأهمية التراث السيناوي كإرث ثقافي وتراثي فريد، أعدت وزارة الثقافة خطة لتنمية المراكز الثقافية بمحافظتي سيناء، وده إيمانا بأهمية تنمية سيناء على المستوى العمراني أو المشروعات الزراعية ومناطق الخدمية والتنموية والاجتماعية والثقافية اللي بتقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة. يمكن في حوارنا النهاردة هنتكلم عن أهمية هذا التراث ومسؤوليتنا جميعا الحفاظ عليه. معانا الدكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعارف الشعبية وخبيرة التراث. أهلا بحضرتك. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. قبل ما نبدأ بأهمية هذا التراث، خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضرتك مرة تانية. يلا. إرث ذاخر من الموروث لتقاليد وثوابت من الزمن الماضي يحافظ عليه سكان شبه جزيرة سيناء على استمراره في يوميات حياتهم، في تمسك فريد من نوعه بقيم إنسانية تمثل ثقافة مكان ورمزية بقاء رغم كل عواصف ملاحقات إغراء حداثة العصر. على سبيل المثال، تعد مدينة سانتا كاترين واحدة من أقدس البقاع على وجه الأرض بعد مكة المكرمة والقدس الشريف، فهي المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله عز وجل لنبي الله موسى وجاء ذكره في مختلف كتب الأديان السماوية، فذكر بالوادي المقدس طوى وجبل التجلي وجبل المناجاة والشجرة المباركة، مما جعل هذا المكان يتمتع بقدسية وخصوصية شديدة. وإيمانا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المكانة الخاصة، جاءت تكلفته بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي معا، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة. ويحرص البدو على الحفاظ على تراث الأجداد في أسلوب المعيشة والأزياء وأصناف الطعام والفنون التقليدية، وعلى نقل ذلك التراث إلى الأجيال الجديدة. العديد من الفعاليات نظمت في عدة مناطق في سيناء كان لها أهمية خاصة في التعريف بثقافة وتراث البدو، خصوصا مع تزايد نزوح أبناء الجيل الجديد إلى المدن التي يختلف أسلوب الحياة فيها عن طريق معيشة سكان الصحراء. نرجع تاني بنرحب بضيفتنا دكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعارف الشعبية وخبيرة التراث. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. لو اتكلمنا عن التراث وأهميته، وأن التراث مادي ومعنوي وهو ذاكرة الوطن والحفاظ عليه هو مسؤولية الجميع، رأي حضرتك في خطة وزارة الثقافة للتنمية الثقافية بمحافظتي سيناء؟ طبعا يعني سؤال حضرتك له شقين. أهمية التراث ده أنا بشوف إن هو بنية أساسية ممكن البناء عليها في ثقافة الإنسان. طول ما احنا ماشيين بنكتسب معارف وبنكتسب خبرات وعادات جديدة بتدخل علينا، ولكن الحفاظ زي ما حضرتك قلتي على الأساس وهو جوهر التراث. يمكن التراث ما بنحافظش عليه بشكله الأساسي لأنه يصعب في عالمنا اليوم إن نفضل متمسكين بالشكل الأول للتراث، لكن بيحصل له تغيرات. ميزة التراث الكبرى في مرونته إنه قادر يعيش في كل وقت لأنه بيكبر مع الإنسان. يمكن النموذج إن احنا بنستخدم استخدامات عصرية للتراث ده اللي بيضمن بقائه، اللي زي ما حضرتك قلتي يبقى مسؤوليه. بمعنى ايه كل فرد يعني؟ بمعنى ان انا مش هقدر البس التوب السيناوي في حياتي اليوميه، تقيل وغير عملي في عملي، لكن اقدر استخدمه شال، واقدر استخدمه شنطه، واقدر استخدمه في بعض الديكورات المنزليه. يبقى اذا انا باخد الموتيف وباخد جوهر التراث وبيفضل ماشي معايا في استخداماتي العصريه. قدره التراث وقوته على انه يخترق مجتمعات تانيه ويوصل لها ده نجاح، لانه هو ممكن. شفت اقبال كبير جدا مثلا من السياح الاجانب وانبهار كبير بتراثنا المصري القديم، وخاصه المشغولات اليدويه او الحلي كمان. ايوه طبعا، هو لانه هو زي ما بنقول هو حاجه الاوثنتيك وهي الحاجه الاصيله اللي بتمثل البلد.
عنده هذه القدرة على ان هو يعيش، لان احنا برضو مش بنحافظ على الشكل فقط، احنا بنحافظ على المضمون، على الموتيف، على القيم اللي موجودة. يمكن التراث السينيوي فيه كثير من القيم الإيجابية اللي احنا بنحس انها بتستمر وبندعم وجودها وعايزين نظهرها، ودايما نقول للناس عندكم هذه القيم الإيجابية الكثيرة جدا فلنحافظ عليها. وطبعا الشق الآخر هو جهود وزارة الثقافة. نعلم انه كان تحطم قصر ثقافة العريش، لا بيعاد بناؤه، يعاد افتتاحه. كان في متحف مهم للتراث في سيناء، للتراث الشعبي، والحقيقة ان معظم القطع فيه هي بجهود أهلية. الناس هناك بتحب تراثها، بتعيشه في الحياة اليومية، فجهود الأفراد لا مقدرة جدا من وزارة الثقافة. عايز اقول لحضرتك ان احنا من سنتين في وزارة الثقافة نشرنا كتاب لأحد الباحثين هناك، هو جمع كل التطريز السيناوي وباسمه وبطريقة العمل، وحنطوها في كتاب على فنون التطريز السيناوي ونشرته وزارة الثقافة. وأفتكر أنه لازم الناس تقتنيه، ولازم مثلا كليات الفنون يشوفوه. ولا التطريز ده بيختلف إيه عن التطريزات الأخرى بالنسبة مثلا لتراث آخر أو ثقافات أخرى؟ لا هو مختلف، الغرزة مختلفة، احنا عارفين هذه الغرزة اللي على القديمين هي مختلفة تماما مثلا عن الغرزة اللي بتستخدم في الواحات وعن الغرزة اللي بتستخدم في سينا في سيوة. فهو هي نمط مختلف، وهو كل وحدة لها اسم. وعايز اقول لحضرتك انه بتتميز القبائل بان كل قبيلة لها نمط معين وليها بتعرف من خلال بتتعرف منها. وعايز اقول مثلا معلومة كانت طريفة جدا واجهتني، انه البرقع اللي كانت بتلبسه السيدة في سيناء هو بيختلف من قبيلة إلى قبيلة. فحضرتك لو ماشيين مجموعة كبيرة معاهم واحدة ست بس، انت تقدري تعرفي دول من قبيلة ايه؟ من برقع الست. يبقى اذا احنا عارفين ان البرقع بس المرأة المتزوجة، فنقول دي ست متزوجة، الست دي من قبيلة ايه؟ وبالتالي المجموعة دي كلها من قبيلة ايه؟ الحقيقة هي مجموعة من الرموز بتستخدمها الثقافة في حياتها اليومية، دالة جدا ومهم يعني جدا ان احنا نعرفها، وخصوصية ومهم مهمة قوي ان احنا نعرفها. اذا كنا عايزين نعرف المجتمع لازم نعرف ونفك الرموز دي. والحقيقة ان في دراسات يمكن قليلة لكن في حاجات اتعملت، مهم قوي ان احنا نفضل نقول، لان لازم نفهم الناس اذا كنا عايزين نعمل لهم حاجة. واذا كانت في خطط كبيرة انا شايفة الدولة حطها للتنمية في المكان، يبقى اول حاجة ان انا اعرف عادات وتقاليد ومعارف الناس اللي موجودة وسكان المكان. طب لو خدنا نظرة سريعة ان احنا نتعرف على هذه العادات، يعني بيعملوا ايه في الافراح، في الاختلافات، في الخلافات، في الحزن، اكيد ليهم عادات وتقاليد معينة، واكيد ليهم عادات كمان في الاكل مثلا او الطعام. الحقيقة العادات في سينا زي مجتمع احنا عارفين انه هو مجتمع قبلي، هو مجتمع بيقوم على الوحدة الاساسية فيه هي القبيلة، القبيلة بتتقسم الى عشائر وكده، لكن الوحدة الاساسية هي القبيلة، والقبيلة لها مجموعة من القيم والعادات والمعتقدات. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا ان القضاء العرفي ما زال يفعل فعله في المجتمعات القبلية، ويمكن مع وجود القضاء الوضعي دلوقتي ودخول الناس في بعض يعني القانون قدر يوصل لبعض الأماكن، لكن احنا بنحتاجه، بيحتاج ويحتاج المتعامل مع قبائل سيناء ان هو يعرف القضاء العرفي هناك. القضاء العرفي واصل الى تفاصيل قد لا نصل احنا اليها بالقانون الوضعي، لان هو بيحط قواعد خاصة جدا بالمجتمع. يعني المجتمع اللي كانت فيه البنت بتطلع ترعى الغنم بعيد جدا عن أهلها وعن حماية قبيلتها، كان لازم القضاء العرفي والعرف يحط مجموعة من القواعد اللي تؤمن لها هذه الرحلة حرية الطويلة البعيد. فبيحط مجموعة من القواعد صارمة جدا عشان ما حدش يقدر يقرب لها وهي بعيد. طبعا اي اعتداء على النساء في القانون الوضعي وقانوننا هياخد حقها وليها في القانون، لكن التفاصيل حضرتك بقى اللي هو بيبص لها في القضاء العرفي انا ما اقدرش ان انا اعرفها الا اذا كنت قاعده في هذا المجتمع. يعني عايزه اقول لحضرتك ان هو يعني المراه ليها وضعها هناك في جدا لانها منتجه كمان. خلي بال حضرتك المراه في قبائل سيناء هي منتجه،
يعني هي اللي كانت بترعى الغنم وهي اللي بتعمل بتطرز، هي بتعمل حاجات كتير. لكن عايزه اقول لحضرتك مثلا ان هو لو حد اعتدى عليها، هو الاعتداء مش واحد، يعني الاعتداء عليها مش واحد، يعني العقوبة مش واحدة، لا انت اعتديت عليها وهي بعيدة في الخلا، غير لما تبقى قريبة، كل ما بعدت المسافة العقوبة بتزيد أشد. لانك استغليت البعد. ايضا الجميلة غير الاقل في الجمال. الجمال، وكنت اتصور انه الجميلة دي يحميها اكتر، قال لا انا بأحمي غيره الجميلة، لانه الجميلة انا بديله عذر. شوفي حساسية القانون، انا بديله عذر، قد يكون جمالها اغراه، لكن اللي اقل جمالا هو بيعمل كده قاصد السوء. ايضا ناقصة العقل هم يقولوا تمنها اكتر، اذا يعني ايه؟ يعني العقوبة اكتر، ليه؟ لانه استغل ضعف عقلها، هو واقف لحماية المرأة ضد اي استغلال ليها، لوضعها الفيزيقي ووضعها النفسي، لوضعها بعيدة عن المكان، مكانة قبيلتها، مكانة أهلها، كل ده وضعه هو بيدي الحكم. إذا والسرقة وكتير قوي، هو حاطط مثلا من ضمن اللي هناك العادات والأعراف إنه البيت البدوي له حرمة، له حرمة 40 خطوة من كل جهة. إذا أنا ما ينفعش إن أنا أدخل على البيت غير لما اقف على بعد 40 خطوة منه الاول. الدنيا بتتغير يعني دلوقتي، المرأة بقت هناك مش نص المجتمع، هي المجتمع كله. هي جزء كبير جدا، وعلى فكرة فاعلة جدا في اتخاذ القرارات التي تؤخذ في الأسرة. عايزة أقول لحضرتك إن مع تعدد الزوجات اللي كان منتشر زمان وابتدى يقل دلوقتي بسبب اختلاطهم بالمدينة وكده، هو ما يقدرش يتجوز من غير ما ياخد رأيها، ولازم توافق، ولازم يديها هدية تسمى الردوة، وهي جزء كبير زي ما بيدي للعروسة الجديدة مهر، لكن للزوجة الأولى أيضا. طبعا التغيرات كتير، ما عادش فيه تعدد زوجات كتير قوي زي الأول، ما عادش فيه حاجات كتير، نمط العمران اختلف، ما أقدرش أقول حرمة البيت 40 خطوة وأنا ساكن في الدور الرابع، يعني ابتدت المسائل يحصل فيها التغير. لكن إيه لما بيتغيرش؟ هي القيم، نعم، يعني القيم ما زالت موجودة. ويمكن إكرام الضيف مثلا من حاجة من الحاجات اللي مذهلة لدى بدو سيناء الحقيقة هم، وأنا أقمت عندهم كتير، والحقيقة أشهد بهذا المجتمع، المجتمع اللي يحط الضيف فوق راسه فعلا، والضيف مقدم على أهل البيت. ويمكن من الحاجات اللي هم كانوا يقولوا إكرام البيت، الضيف له ضيافة 3 أيام، بيقعد ياكل ويشرب ولا يسأل هو جه ليه، يعني لو حد داخل علينا ما اقدرش اقول له انت جاي ليه، هو ولا يقعد 3 ايام. طب كان ايه زمان اشهر الاكلات اللي هم مشهورين بيها طبعا حضرتك هم بيقدموها؟ اللي عندهم طرق معينه للخبز بديعه جدا، اللي هو بيتعمل يسوى داخل حفره في الارض. عايز اقول لك انه حصل تحول كبير قوي في نمط الطعام بسبب الاختلاط ما بين المجتمعات. طبعا هو مجتمع كمان ابتدى يتحول الى الزراعة في حاجات كتير، يعني التنمية وصلت انواع كتير من احلى الفاكهة خوخ، احلى كانتالوب من سينا. من سيناء، والسمك، السمك لان بحيرة البردويل من انقى البحيرات اللي موجودة، ويمكن كانت من انقى البحيرات في العالم، والسمك بتاعها مشهور عالميا بان هو بجودته. لا هو طبعا نمط، يعني الزيتون مثلا اللي بتزرع هناك وشجر الزيتون، لا في ثقافة كاملة حوالين الزيتون، في ثقافة كاملة حوالين النخيل، في واحنا نعرف ان كل سنة عندنا سباق الهجن مثلا، وهو سباق الجمال وموجود، وهو في انواع من الفنون بقى كتير جدا اللي بتمارس، هما يقولوا في السامر. السامر هو الاحتفال، بيبقى احتفال بزواج، احتفال بأي حاجة، بيبقى السامر، وده بيغنى فيه اغاني مشهور قوي في شمال سيناء، الضحية. والضحية نوع من نمط من نمط الغناء اللي استطاع ان هو يستمر موجود ومستمر، وفي منافسات، يعني الناس بتدخل تقول فيه كتير، ويا ريت نعمل مسابقات لانواع الغناء اللي موجودة، لان هما نفسهم بيتباروا
في انهم يرتجلوا. فافتكر نوع من انواع المسابقات، واحنا بنشوف مسابقات للغناء كتيره وذا فويس وغيره، احنا ليه ما نعملش مسابقات تكون ما بين المبدعين اللي موجودين في سيناء وياخدوا فرصتهم، لان فعلا هو ابداع متطور جدا وسريع جدا وتلقائي وتشجيعه مهم. مهم فعلا يعني. طب لو اتكلمنا كمان عن المشروعات التنموية اللي بتفتتح مؤخرا واهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء على المستوى الخدمي أو الصحي أو الاجتماعي أو العمراني، كمان تأثير ده على المجتمعات والعائلات هناك إيه؟ الحقيقة أن أنا أشهد يعني بأنه في تطوير كبير جدا في اهتمام بسيناء. تنمية سيناء كانت حلم لينا، يعني احنا كنا دايما ننادي تنمية سيناء هي الحل، وتنمية سيناء هي لازم تبدأ بالإنسان وخدماته زي ما حضرتك قلتي الأساسية. من الحاجات اللي مثلا أسعدتهم جدا والحاجات اللي أنا بشوف أنها تأثير مباشر على التنمية وعلى حياة الفرد، المواصلات، الطرق والمواصلات. يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان كان سهوله التنقل ونقل البضائع كمان كانت صعب، كان صعب الطريق، احنا كنا بنروح في ساعات طويله والمعديه في وقت طويل لا دلوقتي الموضوع بقى اسهل بكتير الطريق الى القاهره. وخلي بال حضرتك بتفتحي طرق للمواصلات، يعني الثقافه بتروح بسرعه، يعني الناس بتحتك اكتر، يعني الناس كل التنميه بتبقى اسهل زي ما حضرتك قلتي، بسهوله دخول بضائع، سهول خروج منتجاتهم ايضا. حضرتك بتقولي ان هم مشهورين بالاسماك، يعني ممكن يبقى في صناعات قائمه على الاسماك المعلبه زي طبعاً المغرب مثلا، طبعا انها حتى تيجي وهي طازجه، لان عايزه اقول انه الطرق دي هتسهل المنتجات جدا الزراعيه، المنتجات الزراعيه والاهتمام بيها. احنا بنشوف زيت الزيتون اللي موجود في سيناء كتير جدا من المنتجات. افتكر ان طرق المواصلات كمان هم مشهورين كمان بالنباتات العطريه والطبيه. جنوب سيناء فيها ثقافة كاملة علاجية قائمة حول النباتات الطبية، والحقيقة أنه فيه اهتمام، واهتمام من وزارة البيئة واهتمام من الصيادلة كتير، لأنه هذا يعني زي ما نقول ترند في العالم كله هو العودة إلى الطبيعة واللجوء إلى النباتات الطبية في العلاج. وكتير من المعالجين الشعبيين كان في طبيب لكاترين يعني من الأعشاب هناك، لكن دلوقتي ابتدت تاخد شكل أكتر تجاري وابتدت الناس تعرفها أكتر، لأنه هو تجاه عالمي، يعني العالم كله بقى رايح ناحية الطب البديل ويرجع للطبيعة طبيعة. يرجع للطبيعة. وأفتكر إنه مفيش طبيعة بكرة أكتر من كده، أرض الحقيقة ربنا خصها بحاجات كتير جدا جدا ومليانة ثروات. وعايز أقول لحضرتك إن أهم ثروة في سيناء هي الإنسان السيناوي، لان هو اللي قادر على تنميتها وهو اللي محافظ على تراثه فيها وهو اللي قادر وهو اللي يستحقوا فعلا كل الدعم علشان نقدر ان احنا برضو نسوق منتجاتهم مشغولاتهم، وخصوصا كان مؤخرا في معرض تراثنا. لا طبعا هم اشتركوا فيه بكثافه كبيره جدا، احنا كمان عايزين احنا نروح لهم، يعني مش بس هم يجوا احنا كمان عايزين نروح لهم، لانه وجود معارض موجوده هناك للناس كلها، هم من حقهم انهم يشتروا برضو حاجات الفيوم وحاجات سوهاج، من حقهم ان يحصل فعاليات اللي بتحصل هنا زي مهرجانات الموسيقى او غيره انها تقام على ارض سيناء. افتكر ان ده برضو هيعمل لهم من الترويج، وافتكر ان في استقرار شديد دلوقتي ابتدى الناس تعود الى حياتها الطبيعيه، والثقافه طبعا هتبقى من اول الجهات اللي تروح، لكن محترمين جدا تراث الناس اللي بندعوهم انهم يحافظوا عليه واحنا معاهم. احنا في نهايه لقائنا بنشكر الدكتوره نهله امام استاذه العادات والمعارف الشعبيه وخبيره التراث، شكرا جزيلا لحضرتك. ميرسي حضرتك، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. ومع مشاهدينا نكون قد وصلنا نهاية هذه الحلقة من هذا الصباح، غدا حلقة جديدة وفريق عمل جديد، لكم منا جميعا كل التحية، إلى اللقاء.